لو سألتك إيه هو تصورك عن يوم القيامة ممكن تقول لي زلازل وبراكين والسماء مطويات بيمينه وكل شيء ينتهي زي ما القرآن قال، لكن كل ده عندك أنت كمسلم. وفي الحقيقة لو سألت واحد أمريكي أو أوروبي إيه تصورك عن يوم القيامة هيقول لك إن يوم القيامة هيبدأ من الجزيرة دي رقم واحد. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين من جزيرة تايوان، أهلا بيكم في معركة يوم القيامة. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في جمهورية الصين الشعبية، دولة تعدادها السكاني وصل لمليار ونصف نسمة، وعندها 300 مليون شاب قادرين على حمل السلاح. نضيف لده إن الصين هي الدولة الأثقل صناعيا في العالم، وفي دراسة قدمها بعض الخبراء الأمريكيين بيذكروا فيها الكلام ده. الصين عندها القدرة على تحمل الخسائر بنسب رهيبة وكبيرة جدا، يعني لو دخلت حرب مع الصين في معركة ودمرت لهم 1000 دبابة و100 طيارة، الصين تستطيع تصنيع هذا الكم في أقل من أسبوعين. وحسب الدراسة دي لا يمكن تدمير الصين إلا بالقنابل النووية، لأنك لو حاربتها هتستنفذك في حرب ملهاش آخر، ومحدش على الكرة الأرضية كله عنده القدرة على تحمل الخسائر دي زي الصين. خلاصة الكلام، الحرب مع الصين خسرانة، وأمريكا لما أدركت ده قالت خلاص أنا هأخر الصين علميا وأخليها متخلفة وأخليهم عدد في الليمون بس ملهمش قيمة. اعملي ده ازاي يا أمريكا؟ قالت لك همنع عنهم الميكرو تشيب. والميكرو تشيب ده يا عزيزي المشاهد هي شيء متناهي الصغر جدا، ممكن توصل مساحته لواحد نانو مليمتر، وده اللي بيتصنع منه تقريبا كل حاجة من أول الموبايلات والتلاجات والغسالات لحد الصواريخ الغار صوتية والطيارات الجيل الخامس والسادس اتنين. والصين زيها زي كل العالم بتصنع ميكرو تشيب لكن مش بكمية كبيرة، ومعظم العالم بيعتمد على الميكروتشيب القادمة من تايوان، وتحديدا شركة تي اس ام سي، واللي بتسيطر على اكتر من 50% من سوق الميكروتشيب في العالم كله. ولما الصين ادركت خطة امريكا اعلنت للعالم كله ان تايوان قطعة من الصين، وان هي هتحتل تايوان على اواخر عام 2025. اعلنتها قدام العالم كله من غير خشية. لكن تايوان عزيزي المشاهد مش اوكرانيا، تايوان امريكا ما تقدرش تسيبها زي ما سابت اوكرانيا، لان بمنتهى الهدوء عزيزي المشاهد الصين لو سيطرت على تايوان يبقى سيطرت على سوق الميكرو تشيب في العالم كله، وممكن تمنعه عن امريكا، وده معناها ان الصناعه الامريكيه هترجع 50 سنه لورا والصناعه الصينيه هتطلع ل 50 سنه قدام. امريكا لما بتمنع عنها الميكرو تشيب ده معناها ان مفيش طيارات اف 35 تاني، لانها بالكامل بتتصنع من الميكروتشيب تايواني. مفيش طيارات جيل سادس بالمعنى الاوضح لامريكا، مفيش موبايلات ايفون، ومفيش اقتصاد تاني. خلاصة الكلام عزيزي المشاهد، احتلال الصين للتايوان معناها نهاية امريكا عسكريا واقتصاديا. احتلال الصين لتايوان هو حكم بإعدام الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى، وزي ما الصين أعلنتها صراحة برضو أمريكا أعلنتها صراحة بأن أي تحرك عسكري ضد تايوان معناها تحرك عسكري ضد أمريكا. علشان كده جزيرة صغيرة زي تايوان مرمية في شمال المحيط الهندي غالبا هتكون هي سبب الحرب العالمية الثالثة، لأن الجزيرة دي فيها حياة وموت امبراطوريات العالم كله. ولما أدركت أمريكا خطورة الوضع اللي هي فيه حطت خطة للدفاع عن تايوان. الخطة كانت بتتكون من جيش ضخم متمركز في اليابان، وحطت أكبر أسطول بحري بتملكه في المحيط الهادي كله، وأسطول تاني في المحيط الهندي، على أمل إن القوات دي تكون خط الدفاع الأول عن تايوان. لكن طلع علينا كبير المستشارين العسكريين في البيت الأبيض مارك كانسيان، وده بالمناسبة مش منصب هين أبدا،
وعمل حوار صحفي قال إن أمريكا ما عندهاش خط عسكري تقدر تكسب بيها الصين. وبعد التصريح ده الدنيا اتقلبت والكل مسك بنطلونه وقالوا له انت بتقول ايه يا عم الحاج، امال الخطة حطها امريكا دي ايه؟ قال لهم الخطة دي اتعمل لها محاكاة، ونتيجة المحاكاة كانت ان كل امريكا تقدر تعمله هي انها تغرق 150 سفينة، وده اقصى نجاح ممكن توصل له البحرية الامريكية. وكلام في سرك عزيزي المشاهد، الاسطول الصيني ده تعداد السفن فيه 777 سفينة، ده غير ان السفن الغير عسكرية المتوقع ضمها للاسطول الصيني، وطبعا كل ده مش هيقف يتفرج. فبنسبة كبيرة جدا الانزال الصيني على جزيرة تايوان هينجح رغم الخسائر الكبيرة اللي هتحصل. ونيجي للنقطة التانية واللي تعتبر رصاصة الرحمة للجيش الامريكي، وهي الذخيرة. عزيزي المشاهد، امريكا وحلفائها استهلكوا معظم مخزنهم من الذخيرة في دعم القوات الأوكرانية، والصين كانت عارفة كل ده كويس وسابت الحرب دي تطول لحد ما انهكت المخازن الغربية تماما، لحد ما طلع أمين عام حلف الناتو وقال إن استهلاك الأوكرانيين من الذخيرة يفوق إنتاج حلف الناتو كاملا من الذخيرة. وده عزيزي المشاهد كارثة سودة ملهاش ملامح، لان بمنتهى الهدوء لو كنت تملك F-35 في الجو ودبابه لبورد الماني في البر وحاملات طائرات في البحر، لكن ما تملكش ذخيره للسلاح ده، فانت معاك حته حديده لا تسوى اي شيء. والصين لو دخلت تايوان في ظرف السنه القادمه او اللي بعدها هتكون مخازن الذخيره الامريكيه شبه فاضيه، ومش هتقدر تلبي احتياجات تايوان من الذخيره. ولو الصين احتلت التايوان والحرب الروسية الأوكرانية لسه ما خلصتش، ده كابوس لأمريكا، لأنها مضطرة تمد أوكرانيا وتايوان بالذخائر مع بعض. وفي الحالة دي طبعا هيتم التضحية بأوكرانيا، وهتتساب فريسة لروسيا علشان تقدر تركز أمريكا مع تايوان. خلاصة الكلام، معركة يوم القيامة حتى الآن المنتصر فيها هي الصين، وامريكا ما عندهاش اي سيناريوهات للانتصار فيها. ده انا كل ده وما كلمتكش عن الصواريخ DF-26 الصينية اللي تستطيع انها تصيب حاملات الطائرات الامريكية في منتصف المحيط الهادي، ولسه ما كلمتكش عن اسطول طائرات من الجيل الخامس يصنف كواحد من اقوى اسلحة الطيران في العالم كله. لسه ما كلمتكش عن جيش صيني تعداده يتخطى 3 مليون مقاتل. امريكا يا عزيزي المشاهد هي الحلقة الاضعف في الحرب العالمية الثالثة حتى الان، اعتمدت على تطورها التكنولوجي افضلية على الصين، وافتكرت ان التفوق العادي للصين هينهزم امام التطور التكنولوجي. لكن تصحى امريكا من غفلتها وتدرك ان الصين بقى معاها التفوق العددي والتفوق التكنولوجي، وامريكا بتعد ايامها الاخيرة كسيدة العالم الأولى، ويرحب العالم الآن بسيدة العالم الجديدة في ثوبها الأحمر، جمهورية الصين الشعبية. محدش يعرف إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية دي، ومحدش يقدر يتنبأ بالمنتصر في الحروب العالمية. في الحرب العالمية الثانية كان الكل شايف إن ألمانيا هي سيدة العالم، ومع ذلك انهزمت. فمفيش توقعات تقدر تقول لك مين اللي هينتصر في الحرب العالمية الثالثة، وبعض الناس شايفة ان الصين لا يمكن هزيمتها الا من خلال التكالب عليه، يعني لازم العالم كله يتحد عشان يسقط الصين. في هذه الحالة تسقط، غير كده يبقى اوهام. لكن في نهاية الحلقة دي اقدر اقول لك ان الكل اجمع ومجمع على ان الحرب العالمية الثالثة مش هيبقى فيها منتصر، والخراب هيبقى اعظم من انك تحزن لهزيمة او تفرح لنصر. في الحرب العالمية التانية كانت الناس بتحارب بطيارات قديمة ودبابات قديمة لسه مكتشفة وقتلوا 60 مليون، فما بالك بحرب فيها ما يقرب من 15,000 راس نووي وجيوش بمئات الملايين. في نهاية الحلقة احب اقولك يا عزيزي المشاهد، مش مهم مين هينتصر في الحرب دي ومين هينهزم، ومش مهم انت بتتمنى انهي جهة
هي اللي تسود العالم. الحقيقي اللي لازم تتمناه يا عزيزي المشاهد انك تدعي ربنا انك ما تبقاش اصلا موجود على قيد الحياة ساعة اندلاع الحرب دي. واشوفكم بخير، كان معاكم انا اخوكم احمد الحكيم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.